ما هي أهم المسابقات العالمية في البرمجة التنافسية؟ يعني يمكن نقول أنه أهم مسابقة في العالم هي المعروفة بالـ ICPC The International Collegiate Programming Contest. المسابقة هذه يتم تنظيمها كل سنة عن طريق مراحل، عن طريق مسابقات محلية، بعدين مسابقات إقليمية، وفي الأخير يعني الورد فاينلز النهائي العالمي. المسابقة تدوم 5 ساعات. في كذلك مسابقة أخرى اسمها جوجل كود جام، تشرف عليها الشركة العالمية جوجل. المسابقة هذه تقوم على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون أونلاين، وبعدين أحسن الطلاب يترشحوا يتأهلوا المرحلة الثانية اللي هي الورد فاينلز، ومدة زمنية المسابقة يكون 4 ساعات. في مسابقة ثالثة معروفة اللي هي IEEE Extreme Programming Competition، تشرف عليها IEEE، ولكن المشاركة تقتصر على الطلاب اللي عندهم account على IEEE، يعني IEEE Student Member. المسابقة المدة الزمنية متاحة تكون 24 ساعة، ولكن في الأخير كل المسابقات يعني تقريبا عندهم نفس القواعد ونفس الهدف، هو حل المسائل دقيق التوصيف في أقل وقت ممكن عن طريق كتابة خوارزميات يعني كود بأي programming language، ولكن حل المسألة وكتابة الكود يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن.